طريقة العلاج يعني كيف؟ العلاج له طرق، منها قراءة على المسحور والنفس عليه، ومنها قراءة في الماء، يقرأ في الماء آيات الثلاث التي في سورة الأعراف والنون وطه مع آية الكرسي، يقول يا أيها الكافرون قل الله لا نور إلا فيه، يقرأ فيها ثم يشربه ويتوضأ ويشرب منه ويكتب الباقي. ومنها أن يضع في الماء شيء من السدر، ورقات المعروفة سبعة ورقات السدر الأحمر المعروف يدق في الماء ويقرأ فيها ما ذكر. هذا مجرد بإذن الله لإزالة السحر ولعلاج من طبس عن زوجته فلم يطاها، هذا مجرب لشفائه من هذا المرض. ومنها الدعاء، دعاء الله والضراعة إليه والندى إليه، السجود والتحيات، يكفى عنه أنزل ويرفع عنه أنزل. ومنها إذا عرف من فعله يؤخذ ويلزم يؤدب حتى يزيل ما فعله، إذا عرف أنه مستعين فلان أخذ، وإذا علم ما يلزم من التأديب والتعزيل حتى يزيل ما فعل، هو يستحق القتل إذا عرف بعد ما يزيل ما فعل يستحق أن يقتل. نعم هذا ما يتنافى مع هذا، قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى الله عليه وسلم، والله السحر المعروف الذي لا يعقل صاحبه ولا هو عقله، أما هذا هو السحر العالم فعل به صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على عقله ولا على بلاغه عليه الصلاة والسلام، هو شيء عارض قليل أثر على شيء فيما بينه وبين أهله، لم يؤثر على شيء ما يتعلق بالبلاغ والبيان وإصدار الأحكام، فهو شيء مخصوص مستثنى مما ظنه مما قال ظنه به أعداء الله.